ربوت حيوانات الحسن صلوات الله النبي الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن الله تعالى صان الأنبياء من المنفرات، حفظهم من المنفرات، ككون أساميهم من الأسماء القبيحة الشنيعة وأخلاقهم من الأخلاق القبيحة، فمن نسب إليهم اسما شنيعا بشعا فقد انتقصهم. فكيف استساغ بعض اللغويين القول بأن لوطا مأخوذ من اللواط؟ يعني هذا لا يجوز، ولو ذكره بعض اللغويين هذا غلط كبير، وهذه المقالة باطلة شنيعة لغة وشرعا، من حيث اللغة لا تصح، ومن حيث الشرع كما ذكرت في الدرس الماضي الله تعالى حفظ الأنبياء من أن تكون أسماؤهم قبيحة أو أن تكون اشتقت من قبيح. أسماء الأنبياء ليست قبيحة ولا اشتقت من قبيح. وكيف خفي على من قال تلك المقالة أن الأفعال وأسماء الأفعال وأسماء الفاعلين والصفة المشبهة وأفعل التفضيل كل ذلك مشتق من المصدر؟ قال أبو القاسم الحريري في ملحة الإعراب: والمصدر الأصل أي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. يعني المصدر في اللغة منه يشتق الفعل، الفعل لا يشتق من الاسم ولا الاسم يشتق من الفعل، المصدر وهو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، هذا المصدر منه يشتق الفعل. إذا قلنا أكل يأكل أكلا، أكلا هو المصدر، ضرب يضرب ضربا، ضربا هو المصدر. فكيف استجازوا أن يكون اسم هذا النبي الكريم يعني لوطا عليه السلام مشتقا من اللواط، أو أن يكون اللواط مشتقا منه؟ الله تعالى عصم الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها خبيث ولا يخفى، أو يشتق منها خبيث ولا يخفى على المتأمل أن قول هؤلاء لا ينطبق على أنواع الاشتقاق الثلاثة التي بينها العلماء في محلها. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وهذا ينبغي أن يحفظ، رواه الترمذي، حتى يرد على الذين يقولون الإنسان القديم الإنسان الأول كان قردا أو كان يشرب القرود أو كان يعيش عاريا أو ممتلئ الشعر كالقرود، حتى يرد على هؤلاء، لأن أول البشر وأول الأنبياء آدم عليه السلام، آدم هو كان أول البشر وهو أول الأنبياء، والرسول يقول ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، يشمل ذلك آدم عليه السلام. فإذا كان الأنبياء هكذا يتعين أن تكون أساميهم حسنة، وما نقله الأزهري هذا من اللغويين عن الليث من اللغويين من أن الناس اشتقوا من اسم لوط فعلا لمن فعل اللواط لا يتفق مع ما قاله الأزهري من أن ما سوى الأسماء الأربعة من أسماء الأنبياء عجمية فلا اعتماد عليه. يعني هذا القول فاسد لا يعتمد عليه وهو الفاسد. وأما قول الناس لمن يفعل تلك الفعلة لوطي فإنما هو نسبة إلى قوم لوط، يعني يريدون من كلمة لوطي أنه يفعل فعلة قوم لوط، ذلك يقولون لوطي وليس إلى لوط نفسه، عملا بالقاعدة العربية في النسبة من أنهم إذا نسبوا شيئا إلى اللفظ المركب من مضاف ومضاف إليه يذكرون لفظ المضاف إليه، فيقولون في عبد القيس فلان قيسي، هم يريدون النسبة إلى عبد القيس. إمام الوهابية اسمه محمد بن عبد الوهاب، يريدون نسبة أتباعه إليه فيقولون الوهابية.
النسبة هنا إلى المضاف إليه محمد بن عبد الوهاب، لأجل هذا يقولون وهابية، ولا يفهمون منه إلا القبيلة. وكذلك قول لوطي أي فاعل فعل قوم لوط. ثم هذه ليست من العبارات المستحسنة، فإن أريد اللفظ عند النسبة يقال فلان اللواطي أو فلان اللائط، هذا اسمه فاعل لاط يلوط فهو لائط. وهذا وقول الليث إن الناس اشتقوا من اسم لوط فعلا لمن فعل اللواط ليس صريحا في أن هذا اشتقاق صحيح لغة، فلعل مراده أن هذه نسبة غير معتبر، يعني معنى كلامي أن بعض الناس اشتقوا من اسم لوط هذا اللفظ، لا يريد أن هذا اشتقاق صحيح لغة، وإنما بعض الكفار فعلوا ذلك، ولا يريد بذلك تصحيح اشتقاق ذلك الفعل من اسم لوط عليه السلام. والحاصل أن ما ذكر من اشتقاق لاط ونحوه من اسم لوط ليس في شيء من الاشتقاق المصطلح عليه عند اللغويين، لأن الاشتقاق المصطلح عليه عندهم شرطه أن يكون المشتق والمشتق منه من لغة العرب، لقولهم في تعريفه، يعني إذا أرادوا أن يشتقوا اللفظ الذي اشتق والذي اشتق منه يكون لفظا عربيا، وقد بينا أن لوطا هذا اللفظ ليس عربيا. رد لفظ إلى لفظ آخر لمناسبة بينهما، هذا معنى الاشتقاق، مع تقسيمهم أنواعه ثلاثة إلى أمثلة من اللغة العربية، حيث مثلوا للاشتقاق الصغير بحلب وحلبة، وللوسط بضرب وضارب، وللأكبر بسلب وسلم وما أشبه ذلك. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وهما ليسا عربيين بالاتفاق، لا إبراهيم ولا لوط عليهما السلام. قال المؤلف رحمه الله: المعجزة، اعلم أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة. الشرح بالمعجزة يعرف النبي، فما من نبي إلا وكانت له معجزة، الله سبحانه وتعالى من فضله أعطى الأنبياء المعجزات حتى يعرف الناس صدقهم وأن الله يحب أن يتبعوا، فأظهر على أيديهم خوارق للعادات لا يستطيع أي مخالف أي معارض أن يأتي بمثلها، حتى تكون شاهدا لهم على صدقهم فيما ادعوه من أن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأن الله يأمرهم بكذا وأن الله ينهاهم عن كذا. ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي وأنه صادق. وقد أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات أكثر من غيره، حتى قيل إن المعجزات التي حصلت في حال حياته بين 1000 و3000 عددا، وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم، لأن معجزة القرآن باقية إلى يوم القيامة، وفيه أشياء مذكورة في القرآن الكريم ظهر صدقها وإلى الآن الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم تحديا لليهود أن يتمنى أحدهم الموت، وهم عرفوا أنه أنزل على محمد وأن محمد قرأ ذلك، والله قال ولن يتمنوه أبدا، وهم مع علمهم بذلك لا يتمنون الموت، يعني مع أنهم مولعون بتكذيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع ذلك لا يتمنون الموت، هذا موجود في القرآن الكريم. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها، فمن لم يتعلم شيئا من معجزات الرسول يكون مقصرا تقصيرا كبيرا. قال رحمه الله: وهي أي المعجزة أمر خارق للعادة. الشرح أي هي أمر مخالف ومناقض للعادة. قال رحمه الله: يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة،
الشرح أن هذا الأمر الخارق يوافق دعوى ذلك النبي، فما لم يكن موافقا للدعوى لا يسمى معجزة. يعني إذا قال شيئا قال والدليل على صدقي أنني أفعل كذا ففعل فطلع فلم يتحقق، طلع ما يقول إنه يحصل طلع على خلاف ما يقول، فهذا معناه ما جاء على وقت ما ادعاه، فهذه لا تكون معجزة. كالذي حصل لمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة من أنه مسح على وجه رجل أعور فعميت العين الأخرى، هو يريد بالمسح على عين الأعور أن يتعافى ليقول للناس أنا نبي. الله تعالى أظهر كذبه بأن عميت العين الأخرى، بدل أن تتعافى هذه عميت الثانية. فإن هذا الذي حصل مناقض لدعواه وليس موافقا، فإذا هذا لا يسمى معجزة، هو أراد بمسح العين المصابة أن تتعافى فأصيبت الأخرى. قال رحمه الله: سالم من المعارضة بالمثل. الشرح أي لا يستطيع المكذبون أن يفعلوا مثله، أما الشخص الذي هو من أولياء الله قد يظهر الله على يده أمرا خارقا كالذي ظهر على يد النبي، كالذي ظهر، لكن الولي لا يدعي النبوة، إنما الله يظهر ذلك على يده إظهارا لصدقه في اتباعه للنبي، فيكون ذلك معجزة للنبي الذي يتبعه. يعني إذا ظهرت معجزة لشخص من أتباع سيدنا سليمان، الكرامة لشخص من أتباع سيدنا سليمان، هذه كرامة لهذا الولي التابع لسليمان، ولولا أنه صادق في الاتباع ما حصلت له، ولولا أن المتبوع صادق ما حصلت له لهذا التابع. فإذا هي كرامة للولي ومعجزة للنبي الذي يتبعه ذلك الولي، كآصف البرقي الذي كان في مجلس سليمان، وكان سليمان عليه السلام يريد أن يحضر عرش بلقيس، وكانت ملكة السبأ في اليمن، حتى يقهرها لتسلم، ليس لأجل المال وليس متعلق القلب بالمال. فسأل: من يأتيني بعرشها؟ واحد من عفاريت الجن الأقوياء قال: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا. آصف بن برخيا الذي هو من أتباع سليمان قال: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن تنظر بعينك وتطرف، فصار عنده. هذه كرامة لآصف ومعجزة لسليمان. كذلك ما ظهر لأتباع عيسى من الكرامات معجزة لعيسى، ما ظهر لأتباع موسى من الكرامات معجزة لموسى، وأكثر الأولياء في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن نحصيها. كل هذه الكرامات هي معجزات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا صدقه كيف ظهر الخالق لمن اتبعه؟ فإذا ادعى رجل أنه نبي وقارن دعواه خالق، ثم ادعى آخر أن المدعي ليس بنبي وأظهر خالقا مثله، دل على أن الأول ليس بنبي. واحد ادعى أنه نبي وأظهر خالقا، لكن هذا الخالق عورض بخالق من قبل آخر يدعي مثله، فهذا ليس بشيء وهذا ليس بشيء، لا يكون شيئا. تنبيه مهم: المعجزة ليس من شرطها أن تكون مقرونة بالتحدي، وإنما من شرطها أن تكون صالحة للتحدي. يعني أحيانا تظهر المعجزة على يد نبي دون أن يكون متحديا بها، لكن هي تصلح للتحدي بها. أليس أحيانا كانت تظهر معجزة بعد أن يعرض الناس على النبي، يطلب الناس منه، وأحيانا تظهر على يده دون أن يطلب الناس منه، دون طلب من الناس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف حصل أن كفى الطعام القليل الجمع الكثير، الذي بحسب العادة لا يكفي إلا أشخاصا قليلين، كفى الكثيرين، هذا خارق للعادة، ليس من العادة أن يكون طعام قليل يأكل 100 شخص فيشبع 100 شخص من هذا، حسب العادة هذا لا يكون، لا يحصل، فهذا إن حصل يكون خارقا للعادة.
الرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان في بعض الغزوات فما عاد معهم طعام، فبعض الناس قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما عاد معهم إلا شيء قليل، قالوا له لو أذنت لنا فنذبح نواضحنا، يعني الإبل التي نركب عليها ونحو ذلك من البعير، إذن لنا حتى لا نهلك حتى لا نموت من الجوع. فقال الرسول فعلوا عليه الصلاة والسلام. كان عنده عمر رضي الله عنه وكان من أهل التقوى والورع والإلهام، فقال يا رسول الله إن فعلنا قل الظهر، يعني ذهب المركوب يذهب، ولكن ادعهم بفضل زادهم ما عندهم من الفضل، بفضل أزوادهم ما تجمع ما يكون عندهم فضل يجمع، ثم ادعوا الله بالبركة. فدعا الرسول بنطع بجلد وقال هاتوا ما عندكم، وجعل الرجل يأتي بكف ذرة ما معهم إلا شيء قليل، واحد يأتي بكسرة خبز، جمعوه في هذا النطع، ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة فقال خذوا في أوعيتكم، فكلهم ملأوا أوعيتهم. هذا بحسب العادة يصير يحصل؟ لا، هذا خالق للعادة. قال فملأ الكل أوعيتهم وبقي في النطع فضلا، مش فضيت كمان، هذا بمعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عقب ذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. معناه هاتان الشهادتان الإنسان الذي يموت عليهما على هذه العقيدة هذا لا يحجب عن الجنة، لا بد أن يدخل الجنة، هذا الأساس الذي هو اعتقاد الشهادتين. الذين نشأوا في بلادنا على اعتقاد التشبيه بحق الله في بلاد الشام أو في بلاد الحجاز أو في نجد أو في العراق أو في غير ذلك، هؤلاء ما نشأوا على عقيدة الشهادتين، لا يعتقدون الشهادتين، يقولون الشهادتين لكن ليسوا على الشهادتين من حيث الحقيقة بفساد اعتقادهم. حدثتكم عن رجل من أحبابنا ذهب إلى عكار ودرس هناك في ضيعة بنى فيها بيتا وسكنا، ثم ذهبت إلى هناك واجتمعت ببعض من يدرسهم، قالوا لي قبل أن يأتي هذا الرجل هو مهندس، هذا المهندس الأستاذ، كلنا كنا نعتقد أن الله يسكن السماء، قال هو خلصنا من هذه العقيدة، قال كلنا الصغار والكبار النساء والرجال، قال الذي يشهد أمام الناس، ناس جالسون يسمعون كلامهم، قالوا أنا لا أعرف أحدا كان لا يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، قال لا أعرف أحدا يعني من أهل ضيعتي إلا ويعتقد هذا الاعتقاد الفاسد الذي يعلم الناس العقيدة، هذا المجاهد ثوابه الآن أفضل من ثواب الذي يقاتل الكفار بالسلاح الآن، لأنه أحوج وأنفع. إذا واحد قاتل الكفار بالسلاح حصلت معركة بين المسلمين والكفار، مجاهد في سبيل الله، فقتل كافرا، هذا الكافر الذي قتله المسلم لوين حيروح؟ إلى جهنم. وذاك الذي قاتله بحق حسب الشرع يعني مجاهد، لكن إذا واحد دخل بين الناس وأرجعهم عن الكفريات عن العقائد الكفرية ثم ماتوا على العقيدة الصحيحة ماذا يكون فعلا؟ أنقذهم من جهنم، لو ماتوا على الكفر لكانوا مستحقين للخلود في جهنم، يكون أنقذهم من سبب الخلود في جهنم وأدخلهم في سبب الخلود في الجنة، فأيهما أنفع يكون؟ هذا أنفع، هذا قد يهتدي به مئات أو يهتدي به آلاف، ذاك قد يقتل واحد اثنين عشر ثم يقتل أو لا يقتل، لكن هذا يكون نفعه أكثر، فهذا ثوابه أعظم الذي يمشي بين الناس بتعليم العقيدة الصحيحة، لا سيما أنكم ترون فساد الاعتقاد في كثير من الناس والبعد عن الدين، وأنهم لا يعرفون الله، لا يعرفون الرسول، يسمعون أن الرسول يسمى محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يعرفون ما يجب للرسول، ما يستحيل على الرسول، يعرفون ما يليق بالرسول، ما لا يليق بالرسول، ما لا يجوز نسبته للرسول، يعرفون؟ ما يعرفون. في الدرس الماضي تحدثنا
عن عقيدة منتشرة بين كثير من الجهال، يقولون أيوب لما مرض خرج منه الدود، فإذا وقعت في الأرض قال يرفعها يرجعها، يقول يا مخلوقة الله كل من رزق الله. كفر هذا، أليس يعتقده كثير من العوام؟ يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة. أليس كثير من العوام في بلادنا وفي غير بلادنا عقيدتهم أن الله ساكن في السماء؟ أنا لا أذكر مجلسا قعدت فيه جدد، بالغالب الآن لا أذكر، وتحدثت في موضوع أن دين جميع الأنبياء الإسلام من آدم مرورا بموسى وعيسى إلى محمد إلا وأظهروا لي الاستغراب. وبعضهم يسأل كيف، يقول كيف كلهم على دين الإسلام، وين يجوا اليهود؟ اليهود لا يتبعون موسى عليه السلام، يهود اليوم الذين كانوا معه مع سيدنا موسى كانوا على الإسلام، الذين اتبعوه كانوا على الإسلام. إن الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، هذا عن المسلمين. إن الذين هادوا يعني كانوا مع موسى مسلمين، والنصارى الذين نصروا عيسى كانوا مع عيسى على الإسلام، والصابئين قوم كانوا على الإسلام. ليس المقصود هنا الكفار، لأن الله تعالى قال من آمن بالله واليوم الآخر. الكافر يقال عنه آمن بالله؟ لا يقال عنه آمن بالله. لو هو يقول أنا مسلم وأنا مؤمن بالله لا يقال عنه مؤمن بالله. انتبهوا لهذا. إذا واحد نشأ من بين أبوين مسلمين لكن نشأ على عقيدة أن الله جالس على العرش، إذا أردنا أن نتحدث عنه هل نقول هذا مؤمن بالله؟ لا، أعوذ بالله. إذا واحد قال هذا مؤمن بالله، تعرف شو معنى كلامه؟ معنى كلامه أن الله هو الجسم الأعد على العرش، هذا معنى كلامه. الذي يقول عمن يعتقد أن الله جالس على العرش هذا مؤمن بالله، معنى كلامه أن الله هو جسم قاعد على العرش، والذي يقول ذلك يكون كافرا. فشو منقول؟ نقول هذا يدعي الإسلام، يدعي الإيمان بالله. بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا إيه؟ أهل الكتاب. اليهود يقولون أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني مؤمنين. أهل الكتاب ليس معناه أنهم مؤمنون، ينتسبون للكتاب حسابا. أليس اليهودي يقول أنا كتاب التوراة؟ التوراة الأصلية بريئة من هؤلاء اليهود، لكنهم ماذا يقولون؟ هؤلاء يقولون نحن كتابنا هذا، اليهود يقولون كتابنا التوراة، لذلك سموا بأهل الكتاب. ليس لأنهم يسيرون على التوراة الأصلية، لو كانوا ماشيين على التوراة الأصلية ماذا يكونون؟ يكونون من المسلمين، وهم ليسوا مسلمين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. يعني حدثني والدي كان معه رجل يسمى مستشارا في المحكمة التي تسمى المحكمة الشرعية، على رأسه لفة كبيرة، كان يقول هذه الفئة من عن فئة معلنة من الكفار، يقول هذه الفئة لا، هؤلاء ليسوا كفارا، هؤلاء مؤمنون. الحافظ النووي وغيره في كل المذاهب، الحفاظ والأئمة والفقهاء يذكرون في باب الردة، يقولون وكذا يكفر من صحح دينا غير الإسلام أو شك في كفر من انتسب لغير الإسلام أو توقف في ذلك. كل العلماء هيك بيقولوا من صحح، تعرف يعني صحح؟ يعني قال عنه صحيح، هذا صحح. نحن عنا عودين بيقولوا صحح، يعني إذا في غلط ضبطه. صحح يعني قال عنه صحيح، لما نقول وقد صحح الحديث الحافظ ابن حجر يعني قال عنه صحيح. فكل الفقهاء بيقولوا من صحح دينا غير الإسلام، يعني قال بصحة دين سوى الإسلام، يكفر، هذا ما في خلاف. وكذا من شك في كفر من انتسب لغير الإسلام أو توقف، يعني مثل ما بعض الناس بيقول لك يا أخي أنا ما بقول هالمعمعة، أنا لا بقول مؤمن ولا بقول كافر، كفر والعياذ بالله. الدين ليس هكذا بالهوى والرأي، هكذا بعض الناس يقول، يقول يا أخي هذه مسألة فيها خلاف، بعض العلماء والمشايخ مختلفين، كل واحد بيقول شكل من جهلهم، فبيقول أنا لا بدي أقول هيك ولا بدي أقول هيك، أهلك نفسه، ضر نفسه. هذه المسألة ما فيها خلاف، يعني خلال تعليمنا الدين واجتماعنا بالناس كثير من ينتسب للإسلام واقعون في هذا، يقولون لا هذول أهل الكتاب مؤمنين
إذا كان بعض الذين على رأسهم لفاك هكذا يقولون، فكيف ببعض جهلة العوام؟ هدول في منهم أجهل من بعض جهلة العوام، لكن تغطاهم هذا المظهر، تغطوا لهذا المظهر. قال المؤلف رحمه الله: فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة، وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة، كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء، فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة. والشيء الذي هو خارق للعادة وحصل للنبي قبل نزول الوحي عليه، يعني قبل أن يكون نبيا، هذا يسمى إرهاصا، هذا تأسيس لقاعدة النبوة، كما كان يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي. إذا مشى تظلله الغمام، تمشي معه الغمام، هذا خارق للعادة، لكن ما كان بعد نزل عليه الوحي، فلا يقال هذه معجزة حصلت له قبل أن ينزل عليه الوحي، لا، هذا الأمر يسمى إرهاصا. الشرح الذي يتبع النبي بصدق اتباعا تاما، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من النوافل، الأمر الخارق الذي يظهر على يده يقال له كرامة ولا يقال له معجزة، لأن الولي لا يدعي أنه نبي، وإلا لما حصلت له هذه الخوارق، هذه الخوارق التي لا يستطيع المعارض أن يعارض النبي بمثل هذه، لا تظهر إلا على يد من؟ على يد النبي. فالولي لا يقول أنا نبي. رجب ديب كان يقول في درسه: نحن أنبياء مصغرون. الذي يقول عن نفسه إنه نبي، إن قال صغيرا أو كبيرا، أو قال تحت نبوة محمد كما ادعى هذا غلام أحمد قادياني، كان يقول أنا نبوتي ظلية تحت ظل محمد، كافر هذا. ورجب ديب بقوله نحن أنبياء مصغرون كفر، وبقوله اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي كفر أيضا بهذا. وكل كرامة تحصل لهذا الولي فهي معجزة للنبي الذي يتبعه. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل، كالسحر، فإنه يعارض بسحر مثله. إذا واحد عمل سحرا، وهذا السحر بعض أنواعه يتوصل إليه بالكفر، وبعض أنواعه بدون كفر، في بمعصية، يقع في معصية كبيرة. بعض الناس يظهر لهم إبليس نفسه أحيانا يظهر، ويقول له بول على المصحف أنا أعلمك السحر، يبول على المصحف يكفر والعياذ بالله حتى يصل للسحر. بعض الناس يقول لهم الشيطان اسجد لي سجدة واحدة فقط أنا أعلمك السحر، فيسجد له فيكفر. السجود للشيطان كفر، والبول على المصحف كفر. بعض الناس بدون هذا، بدون أن يقعوا في الكفر، يعملون يزاولون أقوالا خبيثة، أحيانا يستعينون بالشياطين، وأحيانا دون أن يقولوا نستعين بالشياطين يقولون هذه الأقوال الخبيثة. الله تعالى يخلق في إنسان مثلا ضررا بمشيئة الله بفعل هذا الساحر الذي فعله الخبيث، عليه هنا معصية كبيرة. السحر حرام في الشرع من الكبائر، سواء للتحجيب أو للتبغيض، للتقريب أو للإبعاد. واحد حب امرأة، بعض الناس يعمل سحر حتى تنجذب له، امرأة تكون مثلا تغار من امرأة ولدها، فتعمل سحرا حتى يبغض ابنها زوجته، كل هذا حرام من الكبائر. أو إنسان علم أن خلافا بين رجل وامرأة عزام يريد الإصلاح، فيذهب إلى من يسمون هذول الشمشريخة، يسمون الروحانيين، في منهم بيقولوا علوي وسفلي وروحاني، فيدفع له الفلوس، يقول له اعمل لنا سحر تحبيب بين فلانة وفلان. هذا حرام من الكبائر. النجس لا يزال بالنجس. إذا واحد وجد نجاسة يزيلها بالنجاسة، لا، يزيلها بالماء الطاهر. لا يزال النجس بالنجس. والسحر لا يبطل بالسحر. الله جعل في بعض الأعشاب، في بعض العقاقير، دواء لإذهاب السحر، لإبطال السحر. الله تعالى جعل في أشياء تقرأ، يقرأها الشخص بإذن الله يذهب. هذا السحر تبطله القراءة، يقرأ شيئا من القرآن الكريم، ليس بالسحر
لا يجوز اللجوء إلى هؤلاء، الذهاب إليهم الذين الآن اصطلحوا أنهم يسمونهم الروحانيين، وصاروا يرسلون بالمراسلات يقولون صور كفك على الفوتوغراف على هذه التصوير، مكنة التصوير، وأرسله بالواتساب تطور، وبعث لنا على الحساب مثلا 10 دولار أو 50 دولار. كيف بيعملوا بيع وشراء على الانترنت؟ صاروا يفعلون هذا، وبعض الناس يمشون معهم. فإذا كان واحد عمل سحرا وجاء ساحر آخر يستطيع أن يعارضه، لما سيدنا موسى عليه السلام أتى له بسحر فرعون يريد أن يكذبه والعياذ بالله، عملوا سحر تخييل على البصر، الناس لما ألقوا حبالهم الناس بهذا السحر صار بهذا السحر سحر التخييل على البصر يرون أنها حيات، لكن هي في الحقيقة حبال. الله تعالى أوحى لسيدنا موسى أن يلقي عصاه، كان بيده عصا يتوكأ عليها ويمش بها الغنم، فألقاها ألقى عصاه فتحولت حقيقة إلى ثعبان ضخم أكل حباله. السحرة الذين جاء بهم فرعون من مهارة السحرة، وجاء بهم ليكذبوا موسى، لما رأوا هذا عرفوا أنه ليس سحرا فآمنوا برب موسى وهربوا، تشهد دخلوا في الإسلام لأنهم رأوا معجزة، ويعرفون أن السحر يكذب بالسحر، وأن هذا الذي حصل من موسى لا يمكنهم أن يكذبوه، فتشهدوا دخلوا في الإسلام. هذا دليل أن هؤلاء السحرة عرفوا أن ما حصل من موسى هو معجزة وليس سحرا، لذلك دخلوا في الإسلام، نطقوا بالشهادتين. الشرح: السحر لا يسمى معجزة لأن السحر يستطيع أن يعمل ساحر آخر مثله، أما المعجزة لا يستطيع المعارضون أن يفعلوا مثلها، أما غير المعارضين من أتباع الأنبياء كالأولياء هؤلاء يستطيعون أن يظهروا أمرا يشبه المعجزة، لأن هؤلاء لا يعارضون النبي بل يصدقونه ويتبعونه. قال المؤلف رحمه الله: والمعجزة قسمان، قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوة، وقسم يقع من غير اقتراح، يعني أحيانا الناس يسألون النبي أن يظهر لهم معجزة فيحصل ذلك بمشيئة الله، وأحيانا دون أن يسألوه تحصل المعجزة للنبي. الشرح: بعض الأنبياء معجزاتهم تظهر عندما يطلب منهم الناس الذين أرسلوا إليهم، وبعض من دون اقتراح يظهر على أيديهم من دون أن يطلب منهم أحد. قال رحمه الله: فالأول نحو ناقة صالح التي خرجت من الصخرة، اقترح قومه عليه ذلك بقولهم: إن كنت نبيا مبعوثا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلة، ناقة الأنثى من الإبل يعني، والفصيل الولد ولدها، فأخرج لهم ناقة معها فصيلها أي ولدها فاندهشوا فآمنوا به. الشرح: إن مما جاء في قصة قوم صالح أنهم طلبوا من نبي الله صالح أن يظهر لهم معجزة، وهي أن يخرج لهم ناقة معها ولدها من الصخرة، فأخرج لهم ثم حذرهم أن يتعرضوا لها، وكان ممن امتحن به قوم صالح أن جعل اليوم الذي ترد فيه ناقة صالح الماء لا ترد مواشيهم الماء، وكانت هذه الناقة تكفيهم بحليبها في هذا اليوم بدل ما تشرب بها، فآمر 9 أشخاص منهم على أن يقتلوها فقتلوها، وبعد 3 أيام نزل بهم العذاب فمحاهم. قال تعالى: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قال رحمه الله: لأنه لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به، فثبتت الحجة عليهم
ولا يسعهم إلا إذعان التصديق، لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين. يعني لما يأتي النبي ويقول للناس أنا الله أرسلني إليكم حتى أعلمكم حتى أهديكم لطريق الحق، والشاهد لي على ذلك أن الله أيدني بشيء هو خارق للعادة، لا يستطيع أحد من المعارضين أن يأتي بمثله، ثم يظهر ذلك على يده، العقل يحتم لزوم تصديق هذا، لأنه لولا أنه صادق ما أيده الله بهذا الأمر الذي لا يستطيع أحد من المعارضين أن يأتي بمثله، فكان ذلك حجة عليه أن هذا الإنسان، أن الشخص إذا جاءه إنسان وادعى شيئا من شأنه عادة يسأل ما يدل على ذلك. إذا واحد جاء وقال له أنا صفتي كذا يسأله ماذا يبيع، إن لم يكن ما يوجد ما يدل على ذلك كيف يصدقه عادة؟ فإذا رأى الشاهد على ذلك هنا هذا الدليل العقلي يثبت أنه يلزم أن يصدق، لأنه لولا أن الله يحبه وأن الله يحب أن يصدق لما أيد هذا الإنسان الذي ادعى النبوة بهذا الأمر الذي هو خارق للعادة. لذلك الشيخ يقول فنزل ذلك منزلة قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عنه، يعني ظهور هذه المعجزة تأييد من الله لهذا النبي، فنزل ذلك منزلة قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عنه، لأن الله أيده بذلك ليصدق. فمن لم يذعن وعاند يعد مهدرا بقيمة البرهان العقلي. من المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا انتبه الملاحدة أحيانا يقولون للناس وما يدرينا أن هذا حصل، يعني يقولون إذا واحد قال له سيدنا محمد ظهرت له معجزات، سيدنا محمد حصل له كذا وكذا وكذا، أليس ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول كان يخطب مستندا إلى جذع لما اقترح عليه بعض الصحابة أن يعمل له منبر وعمل وارتقاه الرسول حتى صار يصرخ الجذع، كل الذين في المسجد كانوا حاضرين الجمعة سمعوا صراخه، والجذع ليس فيه روح، الجذع ليس بهيمة وليس إنسانا وليس حيوانا، فكيف صرخ؟ الله خلق فيه شعورا بالشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع منه هذا الصوت، فلما اقترب الرسول والتزمه سكن، هذه معجزة للرسول ظاهرة صلى الله عليه وسلم، ولا واحد من المعارضين قال أنا أتحداه وأفعل مثله. فإذا واحد من الملاحدة قال لك وما يدريني أن هذا حصل، يقال له أنت تصدق بأشياء وأنك لم ترها بالخبر الذي لا يحتمل الكذب، أنت تصدق بأشياء، لأن بعض الملاحدة لما جادلناهم ناقشناهم عندهم كلام سفيه، يعني يتكلمون بلا استناد إلى دليل، يقول شو بيعرفني، يقول مثلا هو عم يتكلم يقول لك هذا العالم هيك موجود صدفة، هيك طلع هيك إجا ضربوا شغلتين بعض طلع العالم هيك، بيحكي بدون استناد إلى شيء له معنى. فنحن عندنا دليل أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال إنني رسول الله، الله أيده بالمعجزة التي هي أمر خارق للعادة لا يستطيع المعارض أن يأتي بمثله، وثبت ذلك بالتواتر كتصديقك ببلد لم تره، ويمكن كل اللي قاعدين أو أكثركم ما راح على الصين أو اليابان مثلا، بس كل واحد منا ما بيقول في يابان ولا ما في يابان، في الصين ولا ما في الصين، لأنه وبلغه بالخبر متواتر أنه كان في هتلر ما حدا من انطقه، فيه كان في نابليون وكان في من قبلهم ومن بعدهم. فسألت واحدا هكذا من الملاحدة كان يناقشني، قلت له أنت ما اسمك؟ قال كذا يمكن سمير. ما اسم أبيك؟ قال فلان. قلت له وما يدريك؟ لكنت أنت تنكر ما لم ترى، أنت لا تعرف هذا إلا بالخبر وعندك يقين في ذلك أنك فلان وأن أمك فلانة وأن والدك فلان، وما عندك دليل على ذلك إلا شو؟ الخبر، اللي هو خبر لا يحتمل عنده أن يكون كذبا، لأن الذين اجتمعوا على هذا الخبر كثرة بحيث يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب. وهكذا المعجزات التي تواترت
عن سيدنا إبراهيم، عن سيدنا موسى، عن عيسى، عن سيدنا محمد. هذه الدليل العقلي يثبت أنه يلزم أن يصدق بها، لأن هذا الخبر المتواتر يقوم مقام المشاهد. الإنسان له طرق للعلم، يعلم بالمشاهدة ويعلم بالخبر المتواتر، هذا من طرق العلم. الإنسان يعلم بالمشاهدة ويعلم أيضا بالخبر المتواتر، يعني يصير عنده علم بذلك بلا شك. فثبوت هذه المعجزات بالخبر المتواتر فهي لا شك أنها حصلت، فإذا لا شك أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم صادق، وآدم صادق، ويوسف، وكل النبيين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم عدم تأثير النار العظيمة على إبراهيم حيث لم تحرقه ولا ثيابه. الشيخ سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد منه قومه أن يترك دينه الذي هو عليه ويتبع دينهم الباطل لعبادة غير الله، فأبى فأضرموا له نارا عظيمة ما استطاعوا بقوتها أن يقتربوا منها، فقذفوه إليها بالمنجنيق، ولكن الله عز وجل سلمه فكانت النار بردا وسلاما عليه، فلم تحرقه ولا ثيابه، وإنما أحرقت القيد الذي قيدوه به. فكلهم عرفوا أن هذا الأمر الذي حصل له ليس أمرا عاديا، هذا أمر خارق للعادة. قال رحمه الله: ومنها، أي من المعجزات التي حصلت من قبل سيدنا محمد، انقلاب عصا موسى ثعبانا حقيقيا، ثم عودها إلى حالتها بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون لمعارضته وأذعنوا فآمنوا بالله وكفروا بفرعون، واعترفوا لموسى بأنه صادق فيما جاء به. الشرح من المعجزات العظيمة التي حصلت لسيدنا موسى عليه السلام انقلاب عصاه ثعبانا حقيقيا، وذلك لما تحدى فرعون سيدنا موسى، فجمع فرعون 70 ساحرا من كبار السحرة الذين عندهم، فألقوا الحبال التي في أيديهم، فخيل للناس أنها حيات تسعى. هذا النوع من السحر أن يخيل البصر للنبي، هذا ليس مستحيلا، اللي هو مستحيل أن يتأثر عقله بالسحر، لا يجوز أن يتأثر عقله نبي بالسحر. يعني ما يروى أن الرسول لما عمل له السحر تأثر فكره، هذا باطل فاسد، لا يجوز اعتقاده. الرسول من الرسل، النبي من الأنبياء، يجوز أن يتأثر جسمه ألما من السحر، يجوز أن يحصل له ألم من أثر السحر الذي يعمل له، لكن أن يتأثر فكره لا. عرفتم لماذا؟ لأن هذا يكون عائقا، يقول المعارض ما يدرينا أنه الآن في عقله أو ليس في عقله، إذا قلتم قال رسول الله كذا. لذلك الله حفظه من أن يتأثر عقله، يعني النبي لا يخرف، أليس كثير من الناس يخرفون يتفسد عقولهم، النبي لا يحصل له ذلك، النبي لا يصيبه جنون، النبي مستحيل أن يصيبه الجنون، مستحيل أن يصيبه الخرف، مستحيل أن يصيبه فساد العقل، مستحيل أن يؤثر السحر على عقل نبي من الأنبياء. قد ينسى شيئا من الأمور العادية، هذا ليس مستحيلا على النبي أن ينسى شيئا من الأمور العادية، ليس بحيث يعتقد خلاف الصواب في أحكام الشريعة، لا، حتى هذا حفظ منه، محفوظ منه. يعني أليس أحدنا قد يتعرض بعد طول مدة أن ينسى حكما شرعيا كان تعلمه، ثم يصير في قلبه خلاف ما تعلم، حكم شرعي في مسألة في الوضوء، مسألة في الطهارة، رفع الحدث الأكبر مثلا، قد يحصل، النبي لا يحصل له مثل هذا، مستحيل. فألقى سيدنا موسى بعصاه فانقلب العصا ثعبانا حقيقيا، أكل تلك الحبال التي رماها السحرة، فعرف السحرة أن هذا ليس من قبيل السحر، وإنما هو أمر خالق للعادة لا يستطيعون معارضته بالمثل، فقالوا آمنا برب موسى وهارون. فغضب فرعون لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم وتركوا ما كانوا عليه،
فهددهم فلم يرجعوا عن الإيمان برب موسى وهارون فقتلهم ليكون ماتوا شهداء. قال رحمه الله: ومنها ما ظهر للمسيح من إحياء الموتى، وذلك لا يستطاع معارضته بالمثل، فلم تستطع اليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه وحريصين على الافتراء عليه أن يعارضوه بالمثل. وقد أتى أيضا بعجيبة أخرى عظيمة، وهي إبراء الأكمة، فلم يستطع أحد من أهل عصره معارضته بالمثل مع توفر الطب في ذلك العصر. لكن عيسى ما قال أنا ربكم، كان يقول للناس أنا رسول الله، وتظهر على هذه المعجزة حتى يصدقوه في دعواه النبوة، وما قال أنا الله. فذلك دليل على صدقه في كل ما يخبر به من وجوب عبادة الخالق وحده من غير إشراك به، ووجوب متابعته في الأعمال التي يأمرهم بها. الشرح: سيدنا عيسى عليه السلام من المعجزات التي ظهرت على يديه إحياء الموتى، يعني إنسان يكون مات حقيقة ثم يحييه. والذي حصل أنه كان ملك من الملوك محمولا على النعش يذهبون به، فدعا الله تعالى سيدنا المسيح عليه السلام أن يحييه فأحياه الله. رأى اليهود ذلك، ومع ذلك قالوا له أنت ساحر، وهم كاذبون لأنهم يعرفون السحر ولهم خبرة بالسحر. لو كان سحرا لفعلوا مثله لمعارضته، لكن ما فعلوا، هم يعرفون أنه ليس سحرا لكنهم كاذبون. وكذلك يحييه أيه واحدة عليه السلام، سيدنا المسيح عليه السلام، أن يحييه فأحياه الله، أن يحييه نعم فأحياه الله نعم. فدعا الله تعالى سيدنا المسيح عليه السلام أن يحييه فأحياه الله. رأى اليهود ذلك، ومع ذلك قال له أنت ساحر. وكذلك كان من معجزاته عليه السلام إبراء الأكمة، أي الذي ولد أعمى، فقد كان يؤتى له بالأعمى فيمسح له على وجهه بيده الشريفة فيتعافى. لهذا قال بعض العلماء سمي عيسى بالمسيح، يمسح على الأكمة الذي ولد أعمى فيتعافى. وكل هذه المعجزات التي ذكرناها تدل على صدق هؤلاء الأنبياء وما جاءوا به من وجوب الإيمان بالله وعبادته وحده من غير إشراك به، ووجوب طاعتهم فيما يأمرون الناس به. وظهر بطلان قول بعض الملحدين في هذا العصر إن ما أتى به محمد وعيسى من المعجزات هو تخدير لأفكار الناس، وإنما هو من قبيل السحر والعياذ بالله من الكفر. وبطلان هذا ظاهر لأن السحر يعارض بالمثل، وهذا الذي يظهره الله على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل من قبيل السحر. إنما كلام هذا الملحد تمويه على ضعفاء العقول، لأن هؤلاء العوام لا يعرفون المعنى الفارق بين السحر والمعجزة. وأنتم قد عرفتم ما المعنى. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا من بعدي: اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس ولشيخنا رحمه الله.